أنهى مجلس النواب التصويت على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، فيما رفع جلسته إلى الاثنين المقبل الساعة 1 ظهرا. وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد افتتح أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني في بناية المجلس الوطني السابق خارج المنطقة الخضراء بحضور رئيس مجلس الوزراء الذي التقى فور وصوله إلى مكان انعقادها الحلبوسي. مكافحة الفساد ملف تصدر أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، جلسة شهدت حضور الرئاسات الثلاثة ورئيس مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، بغية توحيد الرؤى والجهود بين السلطات الثلاثة لمواجهة هذه الآفة، حيث تضمنت الجلسة التصويت على قرارات تدعم السلطة القضائية وتفعيل دور الادعاء العام. أهم القرارات التي اتخذت في جلسة هذا اليوم هو عزل المفتشين العموميين عن ارتباطهم بوزاراتهم أو بدوائرهم بالمباشر. حقيقة اليوم المفتشين العموميين هو ليس حلقة زائدة، ولكن عملهم هو رغم وجودهم هناك فساد، فإلغاء المفتشين العموميين سيكون هناك فساد أكبر من الفساد الحالي، ولكن كان القرار بعزل اتصال أو صلة المفتش العمومي بوزارته أو بمديره العام. بهذا الاجتماع نعتقد أنه هناك أمل للمستقبل في أن تكون هناك مكافحة جدية للفساد، ولكن ما نحتاجه هو ترجمة هذا اللقاء هذا اليوم إلى واقع إلى عمل، ونحن سنتابع مع السيد رئيس الوزراء باعتبارنا لجنة نزاهة الآليات التي سوف يستخدمها لمكافحة الفساد، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى تنظير، نحتاج إلى عمل فعلي. أجواء الانسجام والتوافق بين أعضاء مجلس النواب بدت واضحة في أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني، والذي سينصب بحسب نواب لتشريع القوانين المعطلة وإنهاء الخلافات حيالها، والتي أثرت بشكل كبير على عمل المجلس الرقابي والتشريعية. قانون الكسب الغير المشروع، جرائم المعلوماتية، قراءة أولى، السكن العشوائي، أيضا قانون هذا جدا مهم نحتاجه حقيقة في هذه المرحلة. قوانين كثيرة ستكون على طاولة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني لإحداث ثورة حقيقية في تصويت على مشاريع جدا كثيرة. توجهت اليوم أعضاء مجلس النواب بكافة الجوانب بالإسراع بتقديم التشريعات التي عادت من الحكومة وطرحها إلى رئاسة المجلس من أجل أن تعرض بقراءة ثانية وقراءة والتصويت، أو التي لم تقرأ قراءة ولا ستقرأ قراءة مهمة. المهم اليوم لدينا عدة قوانين مهمة، وتحاول الحكومة بالتعاون مع البرلمان والقضاء الإسراع في اتخاذ إجراءات حازمة تحد من الفساد، حيث أكد نواب إن تشكيل الحكومة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد سيؤسس لمنظومة رادعة للمفسدين ويشكل آلية عمل في جميع مؤسسات الدولة بعيدة كل البعد عن مظاهر هذه الآفة. فصل تشريعي قد يكون مغايرا عن سابقه بحسب نواب سينصب لتشريع القوانين المعطلة وتوحيد جهود ورؤى السلطات الثلاث لمكافحة الفساد بشكل جدي، فيما يرى آخرون أن الأجواء التوافقية هي من ستسود هذا الفصل لإكمال الوزارات المتبقية. من بغداد، حسن الفواز، العراقي، IMN.